قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. واش لافاميلي تاتونا كاملين بخير؟ توحشكم بزاف بزاف لافاميلي. قول اي حاجه الاشاره اللي حطيت لكم اللي عطاكم نتمنى اللي بغيت تقدر شي حويجه ولا غادي يخلوا لي نتاع الشركه لتحت. وانتم من القلب اي واحد شاف هذا الاشهار يدخل وخا يعني ما يتقدا ولا بغى غير يشوف يعني غادي يعاونني محتي لا بتعطوا في داك الليان الشركه كتشوف الا لافامي نتاعي دخلت. يعني هذا هو اللي بغيت نقول لكم اخوتي، ما تنساوش تدخلوا في الليان وتشوفوا داك الشيء وتعاونوني غير بديك اللقطه نتاع كتدخلوا في الليان وتخرجوا ما تخسروا والو. الشركه كتشوف الا لافامي نتاعي راه دخلت. كنشكركم كاملين فرجه ممتعه. اي لافامي كي داير؟ مرحبا بكم فيديو جديد. والله لا توحشكم واحد الدرجه اللي ما تتخيلوهاش اخوتي. الصيف جا غادي الهبال يرجع ان شاء الله من جديد فواحد الدرجه ما تخيلوهاش. حتى البلوك نسيت من البلوك غير غادي نديروها مشرملين هاد المره. واش لا فامي قبل اي حاجه ما تنساوش ديروا لايك تخلوا شي كومونتير في حقنا زوين وراكم عزاز يا وادي في خاطر حبيبنا اون جينيرال ونموت عليكم كاع 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 وراكم عزاز وراكم في القلب وديك الكاس كبيره للمغرب اون جينيرال خوتنا الجزائريين وتوانسه وزيد طلع الفوق. المهم اخوتي راكم عزاز كاملين مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى هذا الفلوق يعجبكم حيت هذا الفلوق ان شاء الله غادي يكون زين. هذا الفلوق على من غادي يطلع ان شاء الله غدا غادي نطلع لمدريد حيت نسيب نتاع عبدو عيطوا له على واحد الخدمه في مدريد ومع هو ساكن في هذا الفيلاج خصني نرحل معاهم سكرام يعني ما كيقدرش يصدقوا المريض ميدو غادي نمشي نعاونهم انا ان شاء الله غادي نمشي معاهم لمدريد غادي نرحل معاهم بسبب الله نمشيو تما نجلسوا غادي نباتوا تما نرتاحوا والغد وبعد غدا ان شاء الله رجعوا. هذيك لقيتوني دوكا كنصب الكسوه اللي عندي. خوكم كيلبس الكسوه ماشي كاين انا من داك النوع اللي يعني كيلبس الكسوه وكيديها يصب. انا من داك النوع اللي كيلبس الكسوه فاش كتوسخ كيحشيها في الماري ولا يديرها تحت الناموس. حنا الدراري والرجال معروفه علينا هذه صراحه معفونين ماشي بحال النساء كتصب شي كتلبس شي حاجه كتوسخ غير شويه ولا تلبسها تخرج بها كتجي للدار كتصبنها. حنا لا حنا كنلبسوها واش كنديرو حنا هكا دايرين الدراري نقول لكم الدراري صراحه حنا هكا دايرين نفرشكم ونفرش راسي كنلبسو شي حاجه كنعاودو نلبسوها غدا وغير غدا واش كنديرو كنرميوها في الماريو. واش نرميوها في الماريو تفوت عليها واحد السيمانه كنجبدها هكا مثلا كنت لابس هذه كندير لها شويه فيها شويه ريحه العرق ولكن نلبسها حنا ما على بالناش. ولكن لا لا نسى تحياتي البنات مقيل علينا صراحه لا في الطواليطات انا الطواليطات ما مشيتش بعيد الطواليطات فاش كتمشي لشي قهوه شوف الطواليط تاع النساء شوف الطواليط تاع الرجال تلقى فرق كبير. راح ندخل لكم شي لي بودكاست والفاير راكم عارفين اخواتي حنا الدرينيو. المهم لقيتوني حوايجي كنصبنها صبنتها ماشي راني كنشفها باش نديها معايا غدا هانتوما تقيشرات مقالي هادشي غادي تهو نشرو هانتوما نشر هادشي فوطة تاهي نديها معايا راكم عارفين الواحد فاش كيرحل راه كيتوسخ وكيعرق وكيعمر غبرة وهادي ندوشو تما ان شاء الله هذاك الشيء ديال الفوطة المهم مقوم ندير كلشي ان شاء الله. المهم لافامي الحويجات هانتوما راني صبنتهم نمشيو للصالون نهضرو في ناحية الكارطاب كنت باغي ندير هذا يبان لي تدرت فيه الحويجات درت فيه الريحة وكذا يبان لي صغير ما عادش يهز غادي ندير هذاك اللي شريته باش نتريبي ان شاء الله. اهو فين راه فوالا لافامي هذا هو اللي غادي نديه معايا هذا مع كبير والله الا كيهز ورخيص والله الا شريته شحال يا ربي الا ما جيتش نكذب بعدا كنت درت عليه فلوق كنت صورت واحد الفلوق وكنت شريته شي 190 درهم ولا شي 20 اورو تقريبا 20 اورو. هذيك اخوتي الفلوق غادي ماشي نسالي غادي نقطعو دوكا ونخليه حتى لغدا ان شاء الله ونكملو دوكا يعني ما ديما نصوري وريتكم الاجواء راني كنجمع حوايجي باش ان شاء الله غدا نمشيو نسافرو ونرحلو الحوايج حيت كرا واحد الفورغو واحد الكامي ولا ما عرف غادي يهزو فيه الحوايج الرحيم. واللي بغيت نقول لكم اليوم الحد بالليل يعني غدا غادي نمشيو الاثنين هذا الفلوق غادي نحطو لكم ان شاء الله الميرك خودي والله ما كنعرفو بالعربيه تيق ولا ما تيقوش اخوتي ثلاث يمكن اللي قبل الخميس نهار قبل الخميس ان شاء الله وانا ان شاء الله نهار نحط لكم الفلوغ نهار غادي يكون عندي غادي يكون باقي لي نهار الامتحان على داكشي اخوتي بغيتكم تديو معايا من القلب نجح يا ربي نجح يا ربي يا ربي نجح دعيو معايا وصرتو المهمات تدعيو معايا والحاجات والله الا نموت عليكم انا هذيك اخوتي تدعيو معايا حيت كان وعدكم. المهم راه انا عصامد قلت لكم غادي نطلعوا شهر 7 لفرنسا انا ويا عصامد راه دا البيرمي مبروك عليه في ناحيه ما ديتوش غادي نقدر نخليه حتى نرجع مره اخرى ولا المهم انا غادي نمشي نخدم على راسي اخوتي غادي نطلعوا لفرنسا انا وعصامد ان شاء الله
ونقسم لكم بالله الا كان واحدكم غادي يشري اير كات وغادي نبقى نبلوغي لكم فرنسا مدينه بمدينه، غادي ندور عليكم كاملين فرنسا كامله غادي نصورها باير كات ديك اللون القديمه. والله الا ندير لكم واحد البلوغات نبقاو نمشيو بالجلال بن عبد الصمد والرزا ونطلقوا الاغاني تاع القصبار الرقاده. والله اخوتي غادي ندخل لكم واحد الكونسيبت جديد عمرو ما كان. المهم هذا الشيء كيبقى مفاجاه ما كانش عليه نقولوا، مي غادي نقولوا وان شاء الله غادي تشوفوا شي حاجه زوينه. انا عبد الصمد غادي ندير واحد الثنائي، واش غادي نقول لكم؟ الصيف صيف والهبال راه غادي يبدا وخصوصا صيف راكم تما. والله راه هادي شحال انا كاع في البدايه نتاعي كنت غير في الدار غير في الانترو كندير لكم 10 دقائق، راني وليت لوعايد يعني درك قبل ما نخرج حتى من الدار راني قريب جايب 10 دقائق في البلوغ. غادي ندير لكم عاود في البلوغ ديال 40 دقيقه 50 دقيقه، يسمحوا لي هذوك اللي عندهم الكونيكسيون المهم يسمحوا لي صافي. راه هادي مؤخرا بديت كنفراني بديت كندير لكم 15 20 ولكن عييت صابر صافي تفرقعت اخوتي 50 دقيقه في البلوغ ومولاها ربي. المهم اخوتي حتى الغدا ان شاء الله نكمل لكم البلوغ. غادي نمشي لمدريد غادي نحاول نشري شي حاجه في الصيف، راه ما عنديش كاع الكسوان تاع الصيف نضربوا دويرات سيركلو بصح في الاول نرحلوا ونكمل لكم اخوتي الفلوق. يلا بقاو معنا حتى الغدا موت عليكم كاع كاع. واتساب فاميلي الفلوق اخوتي كنت غادي نبدا لكم حتى الغدا ان شاء الله فاش نمشيو نرحلوا الحوايج. هذيك هي رجعت شريت العشاء جبته قلت نصور لكم بعد علاش تشوفوا العشاء كذا واش تجبت معايا نصور لكم واحد شويه يعني بالخط وصافي باش ما نطولش بحيث راني داير شي تقريبا 10 دقائق غير هنا في الدار. شريت عصير دون سيمون شريت واحد الدجاجه هايا غادي نقلي غادي نقلي لا ما نقليش الدجاج نديرو في الفران تاعيت ها هو دجاج دجاج 30 درهم حنا عندنا الدجاج رخيص هنا في سبليون 30 درهم دجاج مويا متوسطة. شريت باقيطة هي اللي كانت باقية من واحد الحانوت بقيت معيط الخبز دايما بالليل واحد ما كيلقاش وشريت خبز على المغربي هاهي خبز تاع الدار الخبز تاع الدار هنا كيداير شحال شريتها شي 9 دراهم ولا 9 دراهم ولا 8 دراهم والباقيطه تاع هي 8 دراهم وطون طون جوج طونات ب 10 دراهم. فوالا لا فامي هادشي هادشي اللي تقديت. غادي دروك نشملو الدجاج وسمي ها هو اللي غادي ندير فيه الدجاج. المهم غادي ندير الدجاج ندير البصله ندير يمكن شويه بطاطا انا كتعجبني البطاطا. المهم بقاو معنا وغادي تشوفوا داكشي كامل. المهم لا فامي وصلنا لحلقة كل عرقها. إيه نعم سيدي هنايا عندنا دجاج مفور مقرب مشرمل كترول لي ديك مقرمل مع مشرمل مع مفور. عندنا نعم سيدي البطاطا البصله والمطيشه والالومنيو والكاعط. اللي كيسول على زعما عندي الالومنيو والكاعط المهم فاش نديرو ريغلو السني غادي نفهمكم انا. اول حاجه خصنا نديروها البصله فوالا ايه فوالا مرحبا ميسيو بحال هكا غنبقى فقرة الماكلة مورا نديرو الدجاجي خصنا نخلطو راه مازال مخلطش مزيان القوام بصح مخلطتوش راكو عارفين شحال ما كثرت القوام للدجاج وغسلتو كتشيلو ديك الريحة معيت كتبدل هاد الريحة من الجهدة والله انا مغيقدش ديك الريحة. لذلك يا اخواني في الله نخلطو مزيان بحال هكا فوالا 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 نديرو هكا نفرقوها على الصني كلو هانتوما راه ماشي غير نسا اللي كيديرو شي واتش في يوتيوب راه ترجع. المهم هاهو الشاف شوميشو الشاف شوميشو افتخر اخوتي. المهم نديرو البطاطا راكم نضحكو معاكم نديرو البطاطا البطاطا راكم عارفين نحاولو نفرقوها وديروها رقيقة بحيت لا تغليضة راه ماتشطب لكم في الفران تجي رقيقة بحال تشيبس. فوالا لا فامي البطاطا حنا درناها هانتوما شوفو الصني انا عارف شاهي دوكا كاين اللي راه يتفرج وراه راه مشاهي هادشي وغادي ينوض ويدير انا عارف والمحمد سمحوا لي الله يعني ما كرهتش انا نطيب لكم هادشي راه الشاب شوميشو هذا هو افتخر واللي بغات شي كولابوراسيون يعني نطيب معاها مرحبا تصيفط لي السيفي نتاعها كوريكولو ونشوف لا كان عندها شي دوس زين يعني في الطياب يعني كان يعني نشوف النيفو نتاعها عالي بحالي راه نطيب معاها صحتكم اخواتي. المهم ها هو الصني راني درتو. النصيحة اللي بغيت نخلي لكم هادي الوالدة نتاعي كانت وراتها لي ديما ديروها اللي يعني ضروري يعني كانت شافت الطبيب قال عمركم ديروا الالومنيو الفوق بوحدو علاش قال لك كيدير الزهايمر الله يحفظ قال واحد الطبيب كيطلق واحد واحد البرودوي كيدير الزهايمر يعني ماشي عم نضحك ولا كنقولها نيش يعني قال واحد الطبيب ديما ديروا غادي ديروا فرشوا هذا الاول تغلفوا ومراعاة ديروا الالومنيوم ان شاء الله.
ومن بعد ديرها في الفرن مقامعة. مهم لافامير حنا غلفنا الكارت من تحت درنا من فوق الالومنيوم ونديرو في الفرن. خصنا السليط ديالها معمرين حمايرة نخليوها تقريبا واحد نص ساعة. المهم انا راني من على نص ساعة ونجي نشوفو واش طاب. ما طابش نزيد نخليه يزيد يطيب شوية. اليوم بقاو معنا باش نوريكم في التالي الطبق النهائي. اي لافامي ها هو وجد 35 دقيقة. ها هو الكارت شتو اللي قلت لكم ديرو ها هو. اوه مهم انا فامي ها هو وجد وانتوا كيما ديما حقكم في الجنة وتنغدا ان شاء الله الصباح ونكملوا الفلوق. اي لا فامي كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم في نهار جديد صباح زوين هذا. نطلع شويه الكاميرا. واش بغيت نقول لكم لا فامي غادي نخرجوا دوك غادي نمشي نحسن البروغرام تبدل لي كامل كنت داير زعما غادي نمشي يعني نعاون نسيب نتاع عبدو في الرحيل ما غاديش نعاونو في الرحيل. هذاك اللي كان غادي يرحل لهم ما غاديش يقدر يرحل لهم الصبح مريض ولا ما نعرف يعني حتى السبت الجاي ولا عاد غادي يرحلوا ان شاء الله. هذاك اللي فقنا نمشيو نحسنوا نستغلوا النهار راكم عارفين البيرمي راه قرب الامتحان وكذا خصني نحسن باش نكون بوكوس. غادي نمشيو نضربوا شي تحسينه نمشيو نتقداو الغداء ننام نهيه في العشيه عاود غادي نمشي نتكسى. راه والله ما عندي الكسوه نتاع الصيف غادي هاد المره نمشي نتكسى غادي. المهم غادي تعيشوا معايا النهار كامل ومهم تنعجبكم النهار نبداوه ونشوفوا كيفاش غادي يطلع. واحد دكا على خاطركم واحسن فطور الخبز وزيت الزيتون كلشي ديال الله. ونزيد واحد الحاجه مهمه لا فامي البوطه نمشي نعمرها راه كاين واحد واحد الباركينغ هنا كيبيع حمش نعمرها في السويت ونجي. يا لا فامي راني جيت هنايا نفطر نحيت البوطه راه طلعتها ما قدرتش يعني نصور لكم ثقيله فقعدتني دين باباها الحسان مشيت لقيتهم بلع الزهر اللي كحرك وتشوفوا غادي نفطر ونولي نتسناه بعدا تما عبدو. بخير عليكم اخوتي نتمنى تكونوا كامل مزيان وديروا لايك ديروا سبسكرايب اكتيفي زهر احسن. ولا فامي لقيتنا كنفطرونا في الاجواء الخلابه نتوما كيما ديما حقكم الجنه. بغيت نقول لكم ان شاء الله اليوم غادي نمشيو لابيسين عبدو راه جاب الخبر بلا لابيسين راه حلت شي يومين ولا ثلاثه غنمشيو نوريكم ديك لابيسين اللي مازال ما شافها هو راه تخيلوا معايا كبيره ورخيصه 15 درهم نضربوا شي عومات راه تنحشنا لابيسين ان شاء الله في العشيه باغي نتغزى. المهم بقاو معنا غادي تشوفوا. المهم لا فامي حنا فطرنا دوك غادي نمشيو نحسنوا واحد الحاجه وقعت لي في هذا الفطور تخيلوا راه واحد المهمه شافتنا نفطروا كتعرفي من لافامي يوتيوب تخيلوا قالت لي غير السلام ومشات وجات وقالت لي ولدي الفطور راه خالص تخيل اخوتي الله الا حشمنا والله الا هو عبدو يقول لكم والله الا صافي بليز راه كتفرجي فينا خالتي الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله رضا لك وساعة الخير وشكرا بزاف. وبحال هاد لي جيست والله الا يعني كيحفزونا بزاف يعني ناس كتعطينا هاد القيمه والله الا العز التوب. في العشية غادي نجيو نضربو شي دورة هنايا نشوفو شي كسوة اديداس راه تباع باغي نتقداها. حنا جينا لا فامي لقينا مبلع مازال ما حل. شوف صونيلو صونيلو شوف والله الا بغينا نحسنو. المهم لا فامي الحسن هادي خليها تا الغدا هادي خليها بالليل الا كانوا حالين معنا كيبلعو بكري. ودوك غادي نمشي كوافير اخر غادي يكون فيه التور ماش نخرج حتى لثلاثة ولا. وحنا حنا باغيين نمشيو لابيسين بكري مع ديك الجوج عاد الصمد مسكر خدام راكم عارفين انا ما مانيش نخدم راني نقرا البيرمي عاد الصمد راه خدام غادي يخرج مع الجوج راه تقريبا قريبه الجوج غادي نمشيو نشريو شي حاجه باش ناكلوها في لابيسين الكاشير والباكيط ولا. دوك غادي نمشي للسيفان ندير واحد الروساج باش نشدو ستون في لابيسين وعبد يمشي لدارو يجيب الكارطاب ديالو الفوطا انا نفس الحاجه نمشي نعطي الصمد لدارو نشوفو واش بغي يمشي معانا غادي يجي عيان مسكين بحال ولا يقدر ما يمشيش ينعس. مشي انا وعبدو النهار الاول بعدا شدو تما ستون نعومو تبرونزا دين لي راساج قلشني ودي ديك كاس المستوري ديك كاس المستوري وراني كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. المهم لا فامي نديرو الباكي ثلاثة ب 11 درهم هانتو كاشير راها في جيبك ياك صافي مش عصير بس نبردو في لابيسين اخوتي الحرارة تا صاحبي جيب لنا شي عصير نقولو نكمل نقولو نسيمون كاين داير لا مدينوبي دابا كانت بلاكا ديال سادينو جيب شي واحد جيب شي واحد الله كاميرا واش موسخة واش موسخة. وين فامي حنا شينا خبز دون سيمون انت شي دارك وانا نمشي لداري نجمع حوايجنا فوت على الصمد اللي بغا نمشي نمشي نبرد شويه. عطيكم لابيسي 15 درهم اللي في المغرب كدير في يدك شوفوا المسكين هنايا كلشي يعاون المسكين واللي عنده اللي ما عنده. يا لا فامي راني جيت للدار المهم غادي نوريكم الحوايج اللي غادي ندير
غادي ندير الباكيط نديو كاشيره ندي فرشيطه خوتي الماش ما نبقاوليش كاع الصغارين الكبار ما عرفتش يمشى غادي نقول لعبدو جيب معاه موس طون ها هو واش تاعك زطام فيه الفلوس التليفون ديالو تسرى شويه وغادي ندير الكارطه ملي ندير فيه التريك وتخيلوا اهم حاجه نسيتها بقى يوقع لي بحال في المغرب وحنا مشيت للحمام وما ديناش الفوطات انا وبادر ها هو بادر يشوف الفلوس غادي نقول عندك الحق والفوط المهم لا فامي راه حنا غاديين بغيت نوريكم واحد الحاجه والله الا زعما تسمح لي نكون يسلم ويدخلوا الجنه شوف اخوتي كلب داري له مسكين معوق داري له كفاص شوف واو والله لا فامي زعما ما شاء الله على هاد الناس مسكين كلب مسكين معوق داري له كراسه نتاع المعوقين نتاع الكلاب اللي جامي شفتها في حياتي كون كان شي واحد يقدر يسمح فيه ولا يرميه ولا والله الا برافو والله الا ها هو التوريت نتاعنا جابوا الله بحال الحسنه خويا فريد اخويا انت ديديكاس الناس التوريت التوريت في ما مشي باغ توفير ما كاين عبدو ساعه الصمد راه مازال ما جا من الخدمه ما عندنا ما نديرو له مره اخرى راه ترانسبورتر هذا راه مثل الفيلم عرفتوا ديك الفيام اللي مثل بها ترانسبورتر ايوا راه هادي هي خصني خلصني واحد 10 سهله صاحبي كلشي ديالك المهم خويا فارد هادي قررنا لك وعارفين مع لابيسي ما جايش في السونطر تاع الفيلاج جاي في الخرجه مشي 4 كيلومتر وكاين الحراره الصراحه خويا فارد جابو ربي بعدا قربنا شويه لا فامي حنا دخلنا انتوما ايش باش الكاميرا راه تبان انا دخلت ب 10 دراهم وعبدو ب 15 درهم حتى عندي واحد لاكارت كيديروا واحد البروموسي عبدو ما دارها اش كدير كدير واحد لاكارت ب 80 درهم وكيديروا البروموس اللي عايشين هنا في ليسبان سميتو كارني خوبي نقلبوا عليه في جوجل اللي بغا يديرو كارني خوبي راه كيديروا يعني كينقصوا لك في شي بلايص بحال انا نقصوا لي 50 سنتيم شوفوا الزين شوفوا الزين والله كلاس ويلي ويلي عبدو وي 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 هاي لافيسين اخوتي شوفوا قداش 15 درهم المهم لا فهمي حنا في لابيسين كندير هكا باش ما تبان حتى حاجه راكم عارفين كيتبعونا العائلات وبغيت نشوف بغيت حتى حاجه تشوفها شي عائله ولا راكم عارفين كنحترم العائلات بزاف وكاين شحال من دري كيتفرج مع الوالده نتاعو كاين اللي كيدير لنا كاع في التلفازه والله الا شرف اللي لذلك انا راه ما غاديش نطلع الكاميرا الا باش نوريكم لابيسين فاش تكون خاويه كلشي ديال الله نشوفوا قداش لابيسين 10 دراهم كلشي ديال الله المهم لا فهمي حنا نقلبوا شي ضليله عاد نمشيو لها موسى وي ولا فامي لقيتنا متكين والله الا ضربنا واحد السوطاج انا وخويا عبدو وجينا اليوم ما كاين شويه البرد راكم عارفين مازال ما حمى الحال جينا بغينا نبدلوا شويه الجو صافي لقيت انا كنشربوا عويصير صراحه الجوع مازال ما جانا انا بردت والله الا تلبس الصوفيط عبدو ما عرفش كيفاش اللي ما بردش وربي سينا راه اخوتي شوفوا قداش قد الخلاف ب 10 دراهم كلشي ديال الله يعني واحد بعدا واحد الموضوع بغيت نهضر فيها اخوتي نشوفوا لابيسين قداش 10 درهم بس في المغرب ما نكونوش حتى حنايا بحال هكا كتلقى تما لابيسين رخيصه دير 80 درهم 100 درهم راه حشومه واش اللي ما بحالوش ما يعودش تخيلوا معايا واحد ربعه الوليدات ولا ثلاثه واش غادي يقدر يخلص اخويا عبدو على اربعه لا قد 80 درهم اخوتي 400 درهم راه 400 درهم ما كيجيبش مسكين في الخدمه حتى في السيمانه يعني حشومه اخوتي هادشي هادشي البلديات هما اللي خصهم يديروا بعدا لابيسين ماشي نتاع شي واحد هادي نتاع الدوله البلديه اللي دايرها يعني خص تما البلديه دير لابيسينات زوينين والخاص باش كلشي الفقير واللي عنده كلشي يعوم باش غير واحد الفئه اللي تيكون راه في الدوله حشومه راه وليدات كيلعبوا يعوموا كيبقاو يعوموا كيبقاو يديروا حتى واحد يكلف راسه هادشي وكيبقاو فيه ولادو حتى هما يبغاو يعوموا يفرحوا المهم لا فامي الشيف تاعنا غادي يوجد لنا شي كاسكرات 5 5 عالمي ها هو الباكيط اخوتي كاشير ها هو الكاشير والبوس ما جبناهش غادي غير بهذيك نتاع الطونه غادي نحلو الكاشير عندك تشرح راسك ايش هانتوما لا فامي الشيف تاعنا عبدو وجد لنا الكاسكرات طبيعه يا سلام هانتوما وعاد ما خصش تحل سالي لا سيت لي بوس تفاني الله يلا تفاني نصا وانتوما حكم الجنه والله لا توصف الضحك اخوتي عبدو ما بغاش يتحلو شوفونو واخيرا بعد 10 دقائق وحنا مقاتلين الشورت زيرو وما بغاش يتحلو بغا يبدل السيد مسكين بغا بيني بينكم اخوتي انتم تقدروا تفتحوا هذه راه شي عقده
قالت انت كديرهم ما عارف كاع مين كتجيبهم. والله الا نقدت نهي الفرشيطه. المهم لا فامي راه نجي انا عبدو غادي نضرب واحد الدوار هنا في الحوانت اللي عندنا ونشوفوا الا عجبتني شي حاجه غادي نشرح حيت والله ما عندي الكسوه ديال الصيف اخويا. المهم لا فامي هذا هو اللي كنت باغي فيك الاديداس راه ملامور داير 350 درهم. والله الا اول مره نشري صوفيط ما داير هاد الثمن. والله الا خوتي عجبني وغادي نشري الواحد يتهلا في راسو مره بالزمان ماشي مشكل والله. انا عاد بغيت الغوز كون يكون ما كاينش هاكو لا نختار نقيس جوج هذا رخيص كثر في 300 درهم علاش زعما نقيسهم جوج. دخلنا للمحل الاول اخوتي ما لقيناش دوك اديداس ثلاثه نتاع ثلاثه الخوت لقينا في البيض ماشي زين. جيت عاود لواحد المحل هنا حتى هو ما عندوش عنده في الكحل وحده اس يعني صغيره. والله لا فامي هذا باش خايب هذا الفيلاج ما فيش الحوانت باش نشري الكسوه. غادي نمشي لواحد المحل ما كيبيعش اديداس ولا يبيع حوايج عاديه نشوفوا الا كانت شي حاجه. فامي غادي نشوفوا هذا المحل واش هو المهم لا فامي انتم السروال هذا كحل الثمن داير شي 180 درهم. المهم دوك نوريكم الثمن من بعد شوفوا كيجيو معايا. المشكله هي ما من التحت ما مسلميش انا كنبغيو منا واسعين ومن يكونوا مسلمين هنا ما مسلمينش هذا هو المشكل. يقدر يبان لكم في الكاميرا مسلم ولكن مرخوف منا كنبغيه انا مرخوف ومنا مزير شويه بحال هكا. ولكن نقدر نديروا واحد الحاجه نقدر نديه لواحد المراه وتخيطه وتسليميه لنا. المهم غادي نقيسوا هذا قيستو ما واسع بزاف. نوريكم الثمن تاعه هو 170 درهم 17 الاورو قولوا 18 ديك 99 كيديروها هي صغيره ولا الحرام. اي فوالا لا فامي هذا عجبني انتوما هذا سليم هذا داير هذا غالي ولا الحرام على الزين. هذا داير 220 درهم 23 اورو هذا عجبني والله تنشري انتوما دركا صافي غادي نشري السروال الكحل ماشي السروال الكحل والكري ونشوفوا شي صوفيط مالي تجي معنا نزيد واحد جوج ولا ثلاثه نتكسا اخواتي راه كسوت الصيف والله ما عندنا وان شاء الله نمشي لمدريد غادي نزيد نتكسا. شوفوا لا فامي الروينه اللي درت تقولوا راني في الجوطيه درهم للبياسه درهم هذيك باينه تكون قالت لصاحبتها هذا مسكين هبيل والله الا كان مقرا مع الكاميرا دوك مع برا كيسحب لها كيهضر غير بوحدو قالت لصاحبتها مسكين هذا راه باينه هبيل صافي يا صاحبي. المهم راح ندورو لا فامي في الصوفيط مات هذي غادي نقيسها ونشوف ما عجبتني حتى الصوفيط مات الصراحة بحال حين هنا في هذا. هانتوما تا البنات ما ننساكمش هانتوما 200 درهم هانتوما كاملين 200 درهم و10 دراهم ها قولوا لي واش غاليين هنا ولا في المغرب بصح راه كاليت هذه شركة مشهورة عندنا هنا 200 درهم هادو 100 درهم ها هما 100 درهم بصح شي حاجة يعني مخدومة باش تقولوا كنساكم انتوما راه كنعطيكم حقكم. هاي هادي 200 درهم شوف غادي يضربني الكوبي راي. المهم لا فامي هانتوما ها فوالا هذا ما عرفتش شحال كيدير فوالا لا فامي قيست هاد التريكو هانتوما هذا 120 درهم واقيلا غادي ندي حتى هذا هذا داير هذا غالي اكثر 160 درهم نتكساو ولا خوتي ما عندنا الكسوه نتاع الصيف الفلوس كتمشي تمشي اللهم بعد نتكساو في راسنا. واش لا فامي راني حسنت هانتوما قولوا لي بالصحه عبدو راه مشى عند واحد الغرض راه معاكم السيد دودا عبد الصمد احسنوا دا الشابو وا خوتي توالف شاب والله الا والله الا باغي نحايدو وما عرفتش كيفاش وقع لي والله. شوفوا البنات واش البليان تاعهم والماكياج ايوا حنا الدراري البليان تاعنا الكاسكيت. المهم ندخلوا السوبر نتقداو شي حويجات وانا معاكم غير السوبر المهم لا فما هاد ندير شي تنتعشى ندير لها ندير لها بروموسيون اورال بي راه ديك الغاليه 15 درهم اورال في نتاع السنين والله داك شحال ما غسلت السنيه والله الا غادي نمشي عند مول السنين هادي شي شهر ما مشيتلوش راني غادي نغوت عليه لذلك شفت هادشي. شوف لا فامي اورال في من احسن ماركات كاين جوج ب 15 درهم اورال في 12 درهم راني ديت انا جوج فوالا. لا
لافامي غادي يشري هاد الماسكاريه الكحله. قال لي الكوافير شريها معنا كينوض لي واحد الحبوب هادي كديرها نص ساعه كتحايدها كتحايد كيديرها في الكوافير دايره 40 درهم. المهم لافامي راه تقدينا نوريكم واش شرينا. هادي التالي شينا نتاع السنين هادي 15 درهم اورالبي راه من لا مارك ودار لها البروموسيون. شينا شريت نتاع السنين جوج عاد الصامر اللي بغيت نعطيك وحده نعطيك هادي نتاع النساء صح. هادي شريناها حتى هي ب 15 درهم ياك لا 10 درهم. وشرينا الماسك الكحل هذا راه كيديروا في الكوافير الرجال كيحيد واحد المقاطي ما كيبانوش كيصفي الوجه. واه اخواتي خصنا نتهلاو في راسنا زعما راه حنا كنبانو في اليوتيوب وغادي نطلعوا لفرنسا راه حنا حتى حنا باغيين نتزوجوا ان شاء الله راه خصنا حتى حنا شي بنت الحلال راك فاهم. ولي شريت هاد الكوب باغي نوريها لهم وحشي والله الا شريناها غير بغينا نجربوها كنشوفوا باغي نديروا بها شي فيديو كنا شفنا كيديروا الفيديوهات فيرا. هادي شريناها بشي 40 درهم. هادي كتحيد الشعر ديك اللصقه اللي كيديروها كيديروها باغي نديروا شي مقلب العبد ولا وشريناها وغادي نجربوها دركا وفاش فات الصمام هاد الصمام لا تجربوها لا حتى انت ولا تديروها ولا حتى الاول غادي غادي نقرا كيفاش كيستعملوها ونديروها. هادشي كامل اخوتي شي 110 درهم والله مريض غنجي نقراها بعدا ونشوف بهنا وديرها انا واحد شوية عمري درت انا هاد الحي صافي 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 فين هنايا صافي كي يديروا له ريدو ري هنا في الكاميرا وديت شنا عشرينا الوش هادي ما كان الوش ما عطاتش ما عطاتش هادي كي والو هكا كيديروا له انا ندير في رجلي خويا بعدا تما ما بيناش بعد هكا واه صافي الله الله لكن ما واش لاصق هذه تلصق علاش قلت لك 3 دقائق كيما هذه نتاع الحصان شد شد ريت شد شد الكاميرا شد هذه راه نتاع الحصان يا ديري ويلي ها هكا كنتي غتقعد تحسن بيها ويا خوتي مشينا شرينا نتاع الحصان مران تقول هذه الكويلي واه ولا لا دير حسانة والله لا دير حسانة دي قري سميا ولا لا دير حسانة ويلي ويلي اشوف اشوف الله لا غير تقلبنا فيها شوشو حيدها حيدها هذه ديال اللحية ديال اللحية ولا ديال اللحية هذه هذه كنا غنديرها العبدة تفو 4 اورو مشات غير واش لافامي مرحبا بكم في نهار جديد. والله الا هذا البلوك كل نهار كنصور شويه الموت نتاع الضحك. البارح فاش تقديت داك الشيء هذيك يا رجعت للدار اخوتي بغيت نصور لكم باش تما نسالي الفلوق وجيت عيان ضربتها بنعسه ما فرقش حتى الصباح يعني هذا النهار الثالث بالليل بغيت نكمل لكم بالليل. المهم غادي نوريكم الكسوه اللي شريت الثمن بشحال شريتها باش نختموا ان شاء الله هذا الفلوق. فوالا اخوتي المهم السروال الكحل قلنا غادي نسليميه انا السروال الكحل خصني نسليميه معيتي بالي شويه مرخوف من التحت. السروال الكحل شريتو ب 240 درهم ها هي ها هي المشكل دوك لا بقيت مزومي غادي نضيعوا الوقت بزاف ها هي 240 درهم ديك 99 هاد الحنه كيديرها هي صغيره كيديروا بحال مثلا 9 دراهم و 99 ما كتبانش بزاف باش تجي كي شويه. شينا هاد الماسك هذا هذا قال لك مزيان كيديروه في صحاب الكوافير الماسك هذا كيحيد واحد الحب وكذا هذا شي 40 درهم. شينا هذا حتى هو الصفيط مع هذه حتى هي زينه تشوفيني في الفلوقات لابسها هذه شريتها ب 170 درهم ها هي فوالا 170 درهم. والسروال الكري هذا عجبني هذا سليم ها هو السروال الكري هذا شريته ب شحال يا ربي مع التكيات قلعتهم راني لابس انا الحوايج ولا تموت بالضحك هذا شريته ب 23 اورو 230 درهم ها هو فوالا زومي ما بغاش يزومي اخوتي ها هو 230 درهم وهذا راني لابس هذا شريته هذا شريته يمكن شي 100 درهم ما عرفت ها هو التيكي نتاع لا 120 درهم ها هي فوالا تزومي 120 درهم عندك يا خوتي هادشي اللي شريت عطاتينا كولغيت باش نغسلو سنينا
وشي تنتع السنة صافي. وديك البوم هذا شينا والله إلا كنا باغي نديرو شي مقلب لعبدو كتقلها الشعر وساعة انت الحسانة والله ما عرف رميناها تمتم قاع ما جبناهاش معنا. وصراحة أخوتي وخات شي شريتو راه مازال خصني الكسوة والله ما كتبع عليكم ما كان هذا المشكل. هذا الفيلاج ما فيهش في كتبع الكسوة قليلة كاين غير نتا الصغار يعني خصني تنطلع لمدريد ولا عاد باش نشري الكسوة. والله هذا الشيء كامل هذه الكسوة اللي كتشوفوا هنايا شحال قامت عليا ونقول لكم شحال. ها هو التيكي هنا التيكي جبتو بغيت نرد شي حاجة صافي 75 اورو هاي 75 اورو 90 سنتيم 750 درهم فوالا أربعة البياسات واقيلا أربعة هاي 75 أورو أربعة البياسات جوج سراول وهذه وصوفيت. من الصراحة الصراحة ما نكذبش عليكم غاليين 75 أورو كون كنت في مدريد نجيب الدوبل على هادشي. هنا درت لكم فلوق في مدريد في بريمارك شحال شي 40 أورو 400 درهم ديت هاكا الحوايج الجواكيط السراول الصوفيت مات. هنا الغلا بحال هذه مثلا شحال شريتها هذيك شريتها ب 17 اورو 17 اورو في مدريد تشري لك جوج من هذه ولكن ماشي مشكل عاود في مدريد نشريهم والله الا بحيت خصني الشارطات مازال خصني الصفيطمات. الواحد كيعيش الحوايج وكيشوف كيلقى مازال خصو الكسوه شحال جوج تبديلات عندي ولا ماشي مشكل راكو عارفين رحنا نتكساو باش نطلعوا لفرنسا مبوكسين اخوتي راكو عارفين الواحد كيمشي يقلب الخدمه خصو يمشي لابس مزيان وهذه عارفين اخوتي اللي كاين. المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو اللي فيه 4 دقائق راكم عزاز اخوتي غادي نغبر عليكم واحد المده دركا ما عادش نبقى ندير لكم لي فلوغ ان شاء الله حتى نطلعوا لفرنسا فاش نكونوا غادي راه نصور لكم الطريق هذه. المهم ان شاء الله جاي غير الخير ودعيوا معايا وراكم عزاز بزاف وكنبغيكم كاع كاع وما تنساش اخوتي تسبورطيونا عطيونا فرصه لايك الكومونتيرات انا عارف غبرت عليكم ولكن اخوتي كنوعدكم انفو نطلع لفرنسا نشري اير كاب ونبدي نبلوغ لكم كل مره في مدينه فين ما المدينه اللي بغيتو نتوما نمشي نبلوغ لكم فيها نطلع لكم هولندا سويسرا غير بالاير كاب الله اخوتي تنحيح. المهم راه ان شاء الله القادم احلى الحمد لله يعني انا بالنسبه لي عندي وصلت درت انجاز كبير 300 الف ابوني في اللاج اللي عندي كنشوف الا مازال نقدر نعطيه ومازال باقي السنين نقدر نوصل بزاف الحوايج يعني مازال باقي الخير ان شاء الله. هادشي كامل اللي وصلنا له راه بالنسبه لي شي حاجه كبيره وتعرفت على احسن عائله في العالم اللي هما نتوما بيان سور. هادي اخوتي كنموت عليكم ان شاء الله هاد الصيف غادي يرجع لهبال تاعنا باي.